تتكش علينا العقرب والتعبيه ده. احنا مش حمل لدغه تاني، كفايه اللي عملوا فينا سخاله. وفر يا جعفر، احفر. Thank you.
اعمل بيه؟ بركاتك يا شيخ خلف، بركاتك يا شيخ خلف، بركاتك. شفت هادي في الزغنوط؟ يا ولد يا احمد بيه، يا احمد بيه. الخلطه مالها صايصه كده؟ همل اللي في يدك هجومي هاتي ربطتين بقدونس. حاضر يا حاجه. مالك يا بنت كمشانه في نفسك كده؟ قومي يلا. حاضر هقوم. اكتم يا بنت منك ليها. يا عم الحاج، يا عم الحاج، شايف عربية برع بيه جاي على هبة. لا انا مش عارف وصل الحاجات دي ازاي. اوكي اوكي. عشرة مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا 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 ده كده فله. انا كنت احلم. ادخل تعال. امال فين سيدنا؟ جاي. اقعدي اقعدي. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. كافة يا عين صاد. مامي يا مامي. مالك يا ياسمين؟ في إيه يا حبيبتي؟ مالك يا مامي؟ إيه؟ تعالي بفهم. الصيت اتدخل حد عليا، انتوا ايه؟ جرالكوا ايه؟ يا بنتي اهدي، انا هفهمك على كل حاجه. تعالي يا حبيبتي على قول. تعالي يا حبيبتي، تعالي ربنا يهديكي. اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمر. اهلا بيك يا عمر. عماد بيه القرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيه. اهلا بيك، شرفنا. تفضلوا تفضلوا. تفضل يا عمر. تفضل. تفضل يا عماد بيه. تفضل. تفضل يا عمر. تفضل يا باشا. تفضل. ادخلي.
قدك يا سيدنا. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصة استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. وشربات. وشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل. اتفضل بهولنا، اتفضل. اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجة تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس والله. اهلا اهلا يا سيد الناس، اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس، اتفضل. جدع اسمه هذا اللي تحت ده، جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف علي، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنت تاني. إذا ظهر حاجة كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا أنا. الناس دول يا جماعة كانوا فعلا مدهشين. أنا قربت أصدق خلاص إن هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا أستاذ. الشيخ خلف. أهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا، اتفضل. سيدنا. أستغفر الله. أوجر. لا بقى، بعد اللي سمعته من عماد بيه، بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب، ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل، نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. انا اتجوز من ده؟ من مين؟ من دجال؟ دجال ايه يا ياسمين؟ ده ولي من الاولاد وكمان مهندس. ده فتح كنز لخالك يسوى ملايين. عارفه يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبابين؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس؟ مش حاسين بالمصيبه اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبه يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجه. انت يا بنتي مش عارفه انت كنت في انهي حاله، مش عارفه كنت بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انت كنت عاوزاني اعمل ايه يا بنتي؟ انت بتعري في لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه. والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس. ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم. الدجال ده يتجوزني انا؟ والله لو انطبقت السما على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا بنت، اوعي كده في مين؟ هو فين؟ اطلعي اوضتك، ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا والنبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. انا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقه دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقه ولا ايه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمده. انا مضرب من واحد زي ده وانتوا واقفين تتفرجوا؟ انا اكيد بحر. لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليك. اخرج بره. قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب.
شاكرين يا عمده على حسن الضيافه. شرفتني شرفتني. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامه. مع السلامه. اه ما تنساش تتصل. طبعا طبعا يا باشا طبعا. مع السلامه. مع السلامه. استنى يا شيخ خلف، استنى الله يخليك، البنت لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة. إيه؟ في إيه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا أخويا. تمشي؟ تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما أنت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيرة، ما فهمش حاجة. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البستان. إمتى اللجا؟ ايه اللي خلاه يخرج بالفلوس دي كلها؟ كان قال لي وانا كنت طلعت معاه راس. مين اللي نصحه يعمل كده؟ يعني مش هنعرف نرجع الفلوس؟ المجهورين شغالين ولو وصلنا لاي حاجه هنتصرف. وهو كمان لما يفوق ممكن يفيدنا باي حاجه. يمكن شاف اللي عمله معاه كده. واحنا لسه هنستنى لغايه ما يفوق. انت عارف كويس قوي ان محدش يعرف ان معاه الفلوس دي كلها ومستنيه على الطريق غير هاني. اكيد هو ورجالته راقبوه. بس انا ما اقدرش اعمل حاجه ولا اتهمه باي شيء. ليه بقى؟ هندخل في سينو جيم ورجلنا هتيجي وهتبقى حدوته كبيره. ادعي انت بس يكونوا شويه عيال هجامه هم اللي عملوا مع برع بيه الحكايه دي. والشيخ خلف وده ماله ده كمان؟ مشي وسابنا ولازم يرجع وانت سيد العارفين. ارجوك يا عماد بيه تعرف لنا راح فين. ايه مش في بيتها؟ اسمع تقلب عليها العزبه وما ترجعش وما اشوفش وشك الا ما تعرف لي هي فين. مفهوم يا سيدنا؟ انت فين يا سيدنا؟ يا سيدنا سيدنا يا سيدنا سيدنا جوم انا شربات يا ناس يا خلق غدونا يا خلق يا الله هو ماله يا ست تعبان شويه يا اخوي طب توديه المستشفى ما جبلوش ياخدوه قالوا لي تعالي بعد اسبوع يمكن يفضى سرير هو في ايه بس استغفر الله العظيم هو الغلبان مالوش عيش في البلد دي الله يخرب بيوتهم ربنا معاك ويعفولك مش شايفه والله يا ست قادر يا كريم بقول لك ايه يا اخوي ما تعرفش مطرح كده نقعد فيه يومين مطرح نشوف خيرك يا اختي وانت عامله ايه دلوقتي يا ياسمين بخير الحمد لله المهم انت يا خالي انا الحمد لله اصبر روحي واقول كان الحاجات دي ما لقيناهاش من اصله المهم اللي احنا كنا جينا عشانه حصل الحمد لله يبقى ايه اللي معادنا يا اخوي؟ نرجع مصر. ارجع فين؟ انا لو رجعت البس البدله الزرقاء. عليا الشيكات يا ياسمين تحبسني. مقدر ومكتوب اقعد هنا في العزبه لحد ما ربنا يحلها. روحوا انتوا. انا مش هروح.
انا هفضل هنا لغايه ما اوصل لخلف. خلف؟ او زمني ايه تاني؟ الله، مش جوزي ولازم ادور عليه؟ ما هو طلقت. وانا ما طلقتوش يا خالي. سامع يا برع البت بتقول ايه؟ هو خلف ده هو اللي هيطلعني من الخيه اللي انا فيها، بس مين يعرف له طريق؟ عين بصت فيك ومن كل عين شفتك ولا صلتش على النبي. أعوذ بكلمات الله التام من كل عين لام ومن كل شيطان. وأنا لسه صغيرة ما كملتش 14 سنة، كان عايز يخلص مني. أبويا مات وأنا لسه صغير، وبعدها أمي حصلته، وقعدت أنا وأخويا عند خالي حسن. أخويا ده كان طيب وحنين قوي، وفي يوم انقلبت به المعدية وغرق. قعدت جار الفور مدعي يا رب خدني معاهم يا رب خدني معاهم، ما خدنيش. قلت ما دام ملاك الموت معياش ياجي اروح لنا، ورحت عشان ارمي نفسي في البحر. كنت عاوزه اموت زي اخويا ما مات. لحقوني وانا بيني وبين الموت يا دوب شهقت نفس. بعدها لقيت امي وابويا واخويا كلهم جوني في المنام، وكان وشهم متكدر وما نطقوش ولا بكلمه واحده، ودوني ظهرهم ومشوا. قعدت ابكي ابكي واترجاهم عشان يسامحوني. شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا يا هانم، انت لو عايزاني اجيب لك مشايخ الصعيد كلهم هجيبهم لك. انا عايزه خلفه بس. هجيبه لك، اطمني، اعتبريه مرمي تحت رجليك. لا، انت تقول لي مكان والباقي بتاعي انا. ماشي بس كده؟ ماشي بعد اذنك. وهاني، هاني بيه موبايلاته معاكي، انا براء. هاني بيه لدعته والقبر. انت بتخاف منه بقى؟ وحضرتك كمان لازم تخافي. سلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. الحمد لله، بركة انك قمت بالسلامة يا سيدنا. الف بركة، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. ارجيني يا سيدنا، سيج عليك النبي، لا ترجيني. انت اللي ترجيني. انا؟ هو انا طول. انت طول السحاب. ارجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. لك عندي حاجة. كريمة، عوجت عليك؟ تعبتك معايا؟ تعبتني؟ ده انا لو مت دلوك ابقى خدت من الدنيا كل اللي تمنيته واكتر. ده انا ما كنتش احلم افضل جنبك ساعه واحده بس. انت خدتي ايه من ورايا غير غير الفرح والسعد والهنا كله يا سيدنا؟ اقعد اقعد اما وكلك. ترجمة
كان نفسي اطبخ لك بيدي، بس المطرح ما فيهوش بابور جاز. ده انا كل الخلق بتحلف بواكل. طب ده حتى الحجة كانت بتتجنن لما الحج يقول لها خلي شربات هي اللي تطبخ. تعرف انا نفسي اطبخ لك ايه؟ ويك دي هتعجبك قوي. تتجوزيني يا تتجوزيني يا شربات. العريس حسن عبد العزيز ابراهيم، العروس شربات سيد احمد. اسمك حسن؟ اقول لك يا حسن. تعال عند يا حسن. تعال عند يا شربات. حاضر. انا حاضر. الف مبروك. السلام عليكم. شربات شربات شك. الو بيبي، انا زعلان 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 كده برضك يا راجل تغيب عن حبايبك المده دي كلها. مدام وحشتك. عايز تشوفها؟ طيب انت تقدر تنزل دلوقتي، هتلاقي عربيه مستنياك قدام البيت وهتلاقيني انا كمان مستنيك فيها. بنفسي بسرعه يا بيبي. باي. يلا يلا يا دادي. ايه الحلاوة دي؟ دادي اوعى تكون زعلان مني، لو في حد له حق انه يزعل يبقى انا. اسمع يا ابو قردان، انت مرت ترجع بيتها قبل اي شيء. ايه العسل ده؟ دادي تفضل يا دادي.
بركة، يا قمر، يا أهلا وسهلا. أنا عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة خالص، وبكرة هيكون لنا كلام مع بعض. معاك مزتين أهم بألف هنا، وتحت أمرك في كل اللي تطلبه. بس أنت يلا بقى شد حيلك. عندك؟ آه، بالنسبة للمدام أنا عايزك تطمن، هي في أمان الأمان. تصبح على خير يا دادي يا عسل. طيب وبيحبك، سيجي عليك حبيبك المصطفى تنجيه يا رب. مصدقاش انك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من ايه؟ ما تاكلي. حاضر. ما تاكلي. ما انا باكل اهو. بعدين؟ خلاص هاكل. هتفضلي قاعدة بصالي على طول؟ عاوزة يبقى شبهك. ايه؟ انت حبلة؟ من خشمك لباب السماء نفسي فؤاد ويبقى شبهك. وانا نفسي كل اللي ربعت ربنا خير. كن ما
بصراحة ما بيعجليش ولد. ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجة خالص؟ طب ايه رأيك بقى؟ تاكل دي من ايديا. روق الاكل زي ما هو وقاعد في الارض، ما خدش شاور ولا اي حاجه. حتى مرته يا باشا ما كلتش. ما كلتش. انا هتصرف. صباح الخير يا شيخ دادي. ها قولي نمت كويس؟ اه طبعا، ما انا لازم اطمن عليك عشان الشغل بتاعنا يطلع مية مية. اسمع بقى الكلام اللي هقوله ده كلام مهم. كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش التورته. انا ما اخبيش عليك، حاولت احفر
بس ما جاتش فايدة. وهنا يجي دورك انت بقى، انت اللي هتقول لي احفر فين، وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانية. هو لسه في دنيا تانية؟ طبعا. داني يلا بقى ورينا الهمة بإيدك المبروكة الحلوة دي. انت مش هتاجي معانا؟ ماشي. انا بصراحة ضلمة وعارف وتعبين ما تلاقينيش. هستناك. داني تجيب العرايس وتيجي 5 مليون عدا ونقدا وقتي. انطلق يا عسل. ابحثوا هنا. بسطوة جبروت قهرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك أسألك يا الله، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكر من مكر بي عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل إلهي، الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. اكحتوا عند الحجر ده هتلاقوا تعبين محل. ايوه ايوه ايوه.
خبطت برجلك برا العربية الحياة والعقارب هتلزعك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا ما حسيتش بيك لما دخلت العربية، يعني كلها مسكرة فول اوبشن، اعتبرني غريب وما اعرفكش، والغريب اعمى ولو كان بصير. انا قابلت مشايخ كتير، بس انت حاجة تانية. وانت كمان حاجة تانية. طب عندي سؤال. يدك هم رجالتي كلهم ماتوا؟ العلم عند الله. العمال هم كمان ماتوا؟ طب دول ايه ذنبهم؟ ناس على باب الله طالعة تسترزق، عملوا ايه غلط عشان يحصل لهم ده؟ وانت راجل بتاع ربنا ما يرضكش. اللي طلعهم في نصاص الليالي عشان يكحتوا من اعمالكم سلط عليكم. ما كانوش بيعملوا حاجة غلط ولا حرام يا شيخ، هم كمان ماتوا. العلم عند الله. طبعا ضروري. وانا يا شيخ هموت؟ هتشوف اللي مكتوب لك. اطلع اطلع. بص بقى يا شيخ خلف، عينك على الطريق. وانت لو فاكر ان انا بتهوش، انا ما بتهوش. انت لازم تعرف كويس. تعرف تكتم ولا مستعجل على عمرك؟ لو حد اتحرك هقتله. Hendel! Hendel!
اهدى يا شيخ خالد. انت عارف انا لو حصل لي حاجه مش هتخرج لا انت ولا مراتك من هنا غير جثث. يعني الشربات فين؟ انطقوا اللي خلص عليك. انت عصبي كده ليه؟ حاضر حاضر رحيل الست شربات. جلني على الطريق. ها عندك يا ابني محدش يتحرك. خايفة من ايه؟ خايفة للباشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحياتي من تاني. انا كنت دفنته من سنين. بعد الشر عليك. خير يا حاج؟ في حاجة؟ شوية مية. حاضر.
اتفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حد عيان؟ احمد هيخف باذن الله. يسمع من خشمك ربنا يا حاج. ايه يا حاج؟ واخوه حسان ده مسافر، عايزه في حاجه؟ هيرجع قبل اجازته؟ عشان هيرجع ميت. يا مري غور غور يا شوم يا وش النحس غور، بقى العيان هيخف والسليم هيموت. دي ارادته، ليه بتخافوا من الموت؟ غور جاتك غاره. اوعى تركب العربيه دي يا ابوي. ليه يا ولدي؟ العربيه دي هتنقلب باللي فيها. ليه يا ولدي؟ مش مصدقني؟ هتنقلب باللي فيها. غور اللي عاوز يعيش ينزل بالعربيه وسيبوني اركب. غور صدقوني العربيه دي هتنقلب باللي فيها. الراجل وقع من طوله. لا اله الا الله. قوم يا عم الحاج، حد يجيب لنا بصره نشممها له او شويه ميه نفوت. ما فقش يا شيخ بكري؟ لسه يا بنتي. طب ما نجيب له دكتور او حتى نوديه المستشفى. هو اللي زيه محتاج، ربنا يدينا من بركاته. هو اسمه ايه؟ اسمه خلف الله، الشيخ خلف الله. يا بركة محمد اهو يا بركة، ربنا شفاه ببركة دعائك قبل ما يتم شفاك على خير يا رب. يا رب يا رب. أمنتك أمانة يا شيخ بكري، أول ما يفوق ابعتلي إن شاء الله الفجر. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ خلف على فين؟ ده انت يا ابني بقالك 4 ايام رائد هنا، لا شربت بق ميه ولا كلت لقمه. انا هروح اجيب لك ميه. لا ليه؟ لا عايز اكل ولا اشرب. طب تعال تعال ارتاح. تعال سامحني يا رب، مش قادر، تعبت تعبت يا مولانا. انا خلاص مش قادر اجري وراك، وفي ناس مأمنني ليك رسالة. الطفل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه، وبعدين انت لسه ما طبتش. هملني انت ما تعرفش انا ايه. انا زي ما تكون الشياطين لبست جدتي وسرقت روحي. مش من حق ادخل بيوت ربنا ده النسى. انت الارض اللي تخطي عليها تبقى ارض خير تباركها، وبعدين شياطين ايه دي بس اللي سكنتك؟ ها ده انا شفتك بعناية دول وانت غايب عن الدنيا وسارح في ملكوت الله. دعاك كأن السماء كلها كانت بتدعي معاك. تقوم تقول لي ان الشياطين سكنتك؟ لو كنت كده زي انت ما بتقول، ما كانش العيل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان، ده يبقى جواه خير وخير كتير كمان. لا الشيطان بيلعب بيا، خليني مش قادر اقرب من حد ولا اخلي حد يقرب مني. على فكره انا مش عارف ليه مديت يدي للواد. عشان ربنا عايزك تعرف النعمه اللي مديها لك. نعمه ايه؟ البصيره. اللي يعرف الحاجه قبل ما تحصل يبقى ربنا اداله البصيره، بس القدر مكتوب. يمكن معرفتش تعمل حاجة لولادك ولمراتك، بس تقدر تعمل لغيرهم. أعمل لهم إيه؟ عذبهم أكتر ما عذبتهم؟ هملني. تعال يا ابني تعال تعال اتسند عليك، أنا مش قادر أجري وراك. تعال خد بيدي، أنا مش قادر. شيخ بكري يعني أنا عايز أفوتك وأمشي، لأني ابتديت أحبك وخايف يحصل لك اللي حصل لكل اللي بحبهم. تعال يا مولانا تعال اسمع مني يا ابني، وإن ما عجبكش كلامي كأنك ما سمعتوش. اقعد اقعد ارتاح اقعد. انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوة في الخير اداك برضو قوة في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. انا عايزك يا ابني تشوف الناس، تشوف غلبهم وشقاهم وجريهم ورا لقمة العيش، تشوف ضعفهم. وعلى قد ما هتشوف كل ده على قد ما هيفيض الخير من جواك. اقف جنبهم اديهم من قوتك وعافيتك. اديهم ايه يا شيخ بكري؟ انا جوايا نار نار ما تطفيش. انت يا ابني ربنا اداك نعمة وحيسألك عنها يوم القيامة عملت بيها ايه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم للخير
وحبب الخير إليهم أولئك هم الناجون من عذاب الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله. يا ريت نقدر أكون منهم. تقدر طول ما الخير جواك هتقدر. والشيطان ده اللي مخوفك ورعبك كده أمره بيدك، والخير كمان أمره بيدك، وانت اللي هتختار أي طريق هتمشي فيه. أنا خايف يا سيدنا. طول ما فيك نفس داخل وخارج الخوف هيفضل جواك، مش هيحميك منه إلا عملك الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. طول ما انت عايش الشيطان هيغريك وهيفضل يخيلك ويلعبك، بس انت اوعى تضعف او تستسلم، اتمسك بالايمان، اتشعلق في حبل الايمان، اتمسك بربك برحمته وبقدرته وبمغفرته. خايف ما اقدرش. هتقدر بعون الله. ادعي لنا بقى ان ربنا يحسن ختامنا ويسامحنا ويرحمنا. السلام يا ابو عمو. حسن. ايوه يا اخوي حسن. الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. مالك؟ ايه العمل فيك دي؟ نحمد ربنا. مش هتقول لاخوك يدخل ولا ايه؟ خش يا اخوي. اتفضل اتفضل يا اخوي. يا بنت ابيسي، يا بنت يا فاطمه، عمكم جه يا بنات. يا عم الحق، ابويا بيقول عمي. اتفضل يا حسن. يا الف مرحبا. الله يرحب بيك. ليه كده يا اخوي؟ انت عامله تعملها برضه؟ اتهمل الدنيا كلها كده ولا حس ولا خبر عنك؟ إرادة ربنا. تعالوا سلموا على عمكم. ازيك يا عم؟ ازيك؟ ازيك يا عم؟ ازيك؟ دي فاطمه ودي المزغوده بيسي، بس انت ما شفتهاش يا ولد ابوي. انت هجيت من هني وهي شرفت. هجيت؟ ما تاخذنيش يا ولد ابوي، زلت لسان. روح يا بنت شوف امك فانيه خراره وقولي لها تذبح لعمك علشان يتغدي. حاضر. مالها مدري ما عرفشك بيه ليه؟ ما اعرفش يا اختي. جري يا بنت من هني. معلش يا اخوي، عيله ما تعرفش يعني. ما تشغلش بالك، البيت حيطانه زي ما هي والفرش زي ما هو، زي ما ساب ابونا. والله يا ولد ابوي الدنيا ضاقت لحد ما قربنا نتخنق. انا بعت الارض كلها على عيب بنت الكبيري ولا نفع، بس الحمد لله جاها عدلها واللي شال ربنا يعينه. اللي شال لسك بالراوي يا حسين. لازم ايه الحديث الماسخ ده يا ولد ابوي؟ براوي ايه وكلام فاضي ايه؟ انت هتخربط في الكلام ولا ايه؟ لا معلش يا اخوي، زلت لسان.
ليه؟ ليه شيخ بكري مات الموتة دي؟ ليه؟ عشان ما سمعنيش، ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النضور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقولوا ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته. انا اللي قتلته. قاعدين معاك يا زمان، أنا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعت ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسير يكن. علي نعم الناس دي اتجننت، الراجل ده لو وصله حد هناك مفيش يقف معايا في الاسم وفي الآخر يقتل عشان كام؟ ده كانت بنين اللي معاه 5000 جنيه و وشوية فكة. ليه؟ ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض، تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله. هعرف اللي حصل وبقولك. انت اكيد اتجننتي، انت لسه هتدوري على اسم شيخ خلف ده؟ الله، مش جوزي؟ جز رقبتك يا شيخ، انت مشوفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه؟ ولا عايزاه يولع فيك انت كمان؟ يولع فيا ليه؟ انا مراته واقفه جنبه وهوكل له محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننتي ومفيش فايده. الو، ايوه يا متر، انا عايزاك ضروري. سين، ايه سلطك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل كان دافعك لقتل مدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟
لو انت فاكر ان سكوتك ده هيخفف عنك العقوبه تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد ما فيش غيره، هو الاعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا انا مش مجنون، انا مش مجنون. ما انت نطقت اهو. طب قول لي بقى، قتلت المجني عليه ليه؟ ها؟ وعرفته فين وامتى وازاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت اليه من اسئله، ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي امرنا نحن وكيل نيابه الخليفه استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق وإراء التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره ان هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي، ما وكلتش محامين يدافعوا عني. انا اللي قتلت الشيخ بكري وقتلت كريمه. كريمه مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربان. لا دول حركتهم، هو قتلته. اعدموني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم، انا اللي قتلته. خدوا يا ابني من هنا، خدوا على الحبس. انا اللي قتلته حركتهم، حركتهم وقتلتهم. يحاول المتهم. هما الناس دي اخرتها محببه، يا يتجننوا يا يتقتلوا يا يتشلوا. عارفه ليه؟ عشان بيعندوا ربنا وبيحطوا ايدهم في ايد الجن، لازم تبقى اخرتهم وحشه. ما دام انت عارفه كده جبتيه عالجني ليه؟ جوزتيني ليه؟ ليه دلوقتي بس افتكرتي ان هما بيعندوا ربنا؟ انت هتروحي مني يا بنتي؟ افضل ساكته اتفرج عليكي؟ ده انا وديتك بدل الدكتورة 10 ومحدش عارف لك علاج. بس الشيخ خلف هو اللي عليك. ايه الاخبار؟ وقت جديد يا سيدي، قاتل ومعترف. شفته؟ خليت عوض اداله هيدول يهديه شويه. مهندس زراعي؟ تبقى تفعص انت فيه يا سيدي براحتك. سلام. وايه كمان يا سيدي؟ لا حول الله يا رب. مهندس زراعي؟ قتل وبهدف السرقة؟ الله عليك يا عوض. أنا لمحتك داخل من العنبر قلت ألحقك بفنجان القهوة المتين. أنت أستاذ، قول لي أخبار الحالة اللي جت دي. ده كل اللي قلنا كوم وده كوم تاني خالص يا دكتور. ده كان هايج، عامل زي الطور اللي مدخلينه يعني السلخانة لا مؤاخذة. الدكتور أشرف كشف عليه؟ رافض يا دكتور إنه يتكشف عليه، ومصر إنه عاقل ومعترف بجريمته. طيب لما يصحب أناديني، عاوز أدردش معاه شوية، أفعصه على رأي الدكتور أشرف. تحت عمرك يا سعادة الدكتور. Thank you.
المفروض 3 4 ساعات على الاقل بعد المهدئ. تعالى ورايا. جهز الالكتريك تشوك بسرعة بسرعة يا رب. أنا عايز أأكد لسعادتك إنه مش ممكن يكون قتل ويقتل عشان إيه؟ عشان يسرق. ده سعادتك حاطط 300,000 جنيه وديعة في البنك بيكفل بيهم 3 أطفال عندي في الملجأ، عبد الرحمن وشيماء وعبد الله، وهو اللي سماهم على أسماء ولاده الثلاثة اللي ماتوا. واضح إنك تعرف المهندس حسن من زمان. الحقيقة من 7 سنين بعد الحادثة اللي راح فيها مراته وولاده الثلاثة. والحادثة دي حصلت إزاي؟ اللي سمعته سعادتك إن أنبوبة بوتاجاز انفجرت والنار مسكت في البيت وخدت مراته والثلاث ولاد. وحسن ما كانش معاهم وقتها؟ لا سعادتك، بس لما رجع لقى النار ماسكه في البيت، حاول يرمي نفسه وسط النار عشان ينقذ مراته والثلاث ولاد. الاهالي حشوه بالعافيه. قعد فتره طويله قوي بعديها لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، وفجاه باع المزرعه وجاء عندي الدار وطلب ان يكفل 3 ولاد، وحط لكل واحد فيهم في البنك وديعه ب100,000 جنيه، واختفى بعدها وما سمعناش عنه اي حاجه لغايه ما قريت الحادثه في الجرنان. معقول يا سعادتك واحد زي ده يقتل وعشان ايه؟ عشان يسرق صندوق نزور. معقوله ده؟ هنعرف، احنا لسه بنحقق. طبعاً ديب ديبرسيف، حالة اكتئاب عميقة، بيرفرانس وسايد، ميل شديد للانتحار. كشف التقرير الطبي أن الجريمة تمت فيما بين الساعة 8:00. إزاي ده؟ ده الحد 10 كان معايا في القسم. خلاص روحوا الكلام ده في النيابة. أنت تعمل خلاصك قدام ربنا، مالكش دعوة بالباقي. يا حسن ما تصحصح بقى كده وفوق يا راجل. لازم تفوق بقى كده وتاكل عشان نخرجك من اوضه الفيران دي. ايوه كده، انت لازم تتحرك، مش هينفع تفضل نايم كده على طول، وبعدين لازم تاكل. ما تسيبوش الا لما ياكل، وخده يتمشى في الجنينه شويه. يلا يا ابو علي، مش بيدلعوك ويقولوا لك يا ابو علي برضه؟ يلا يا ابو علي كل الزبديه دي. لا اسمع الكلام بقى وكل. لا كده ما ينفعش يا ابو علي، كده هنعلق لك محاليل وناكلك بالعافيه. قول يلا. السلام عليكم يا عم. تعال هنا يا ولد. عايز ايه؟ اباي انا جاي اطمن عليك، كفرت يعني يا عم؟ وديك اطمنت، خلص. طب سلام عليكم يا عم. تعال هنا،
مرتك كانت عايزة ايه؟ ما عايزاش حاجة. امال مالك؟ عمال تهرب كده، في ايه؟ حسن يا عم. ماله يا واد؟ يا دي الطريق لا صديق ولا حتى ملت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريح. يا زماني لا يا مدام، حالته ما تسمحش بالزيارة دلوقتي. يعني ايه؟ انا جايبة تصريح الزيارة بالعافية يا دكتور. انا مش هتكلم معاه خالص، كل اللي انا عايزاه ان اشوفه ويشوفني، يعرف بس اني جيت. طب نستنى بس اليوم او اتنين لحد حالته ما تقل.